كتبوا كله على لسان الحيوانات. أما شو كتاب إذا بتقرأ هنا؟ أنا فارس، أنا ما بعرف أقرأ. يا حلف عليك. مين؟ افتح، أنا موريس. شو يعني؟ عمل لك افتح. افتح له عمي فارس، افتح له. نحن اثنين هو واحد، لا تعبوا يا أمو. افتح له. بعد هيك انت وياه. شو وين رايح؟ شو الضربه؟ كتب الكتاب على راسكم وراس الحاره كلها. بعد هيك ما بنكتب مش الحال، صار الشر ورجع على حارته. انا ما بفهم، شو الضربه الحاره على راسكم؟ ان شاء الله ابرك ما تفهم. بعد هيك انت وياه. انا ما بحكي مع اولاد، ورجع هيك قبل لك. حكيني لالي، حط عينك بعيني واحكي معي. روح على حارتكم والله معك. شكلكم ما عم تفهموا، انتم عم تحكوا مع موريس. بعد هيك ولا مين موريس؟ بدل ما تسوي راسك، شو مين موريس؟ شو مين موريس؟ من برا صابه لساعتها. يلا يلا يا شباب، يلا عبد الكان، يلا عبد الكان، جابي مثل قهوه، يلا مثل قهوه. شو يا شباب؟ يلا على مهلك، يلا على مهلك. رشتو امرك سيدي. هاتو. حاضر سيدي. والله مو انا، والله ما دخلني يا سيدي، والله ما كان معي غير شبريه يا سيدي. هيك مره يمشي الحال، ان شاء الله تقصر بشوي. ما راح يمشي حبيبي، هي بدها مستشفى والله. مو موريس اللي وصلني. ابي لا تحكي، الله يرضى عليك. انت اسكت هلا، خليك مرتاح. لا بدي احكي ابي، بدي احكي لك. ابي لا تحكي، الله يرضى عليك. عمي عصام وصرج لك، خليني احكي. احكي شو بدك تقول لك ابي؟ قول. اسمعوني يا جماعه، اسمعوني. انا سرقت. اسكت زعتر، اسكت. لا اكيد، لا بدي. بدي احكي هلا، وقت اني احكي. عم اقول لك اسكت، مو وقت هلا، لا تحكي شيء. انا اللي كنت انزل على بيوتكم واسرى. انا اللي نزلت على بيتك يا بشير. سرقت سوارة مرتك، بس يشهد الله علي ما انكشفت الحريم بنوب. زعتر خلصنا، خلص خلص. وهذا الزلمة، هذا الزلمة يا جماعة كان سبب، كان سبب توبتي وهدايتي لوجه الله تعالى. الله يجزيك الخير يا عقيد، الله يجزيك الخير. خذ بشير، خذ اي سوارة مرتك. سامحني بوس، سامحوني سامحوني سامحني يا بشير، سامحني بوس رجلك، سامحوني كلياتكم بوس رجليكم وايديكم. والله كنت فوت على بيوتكم مشان اكل. ما كان في بيت ياويني.
الله يسامحك يا عكي. ظلمتك معي. الله يرحمه. الله يرحمه يا شهر مصر. مرحبا عكي. خير مستو. بدك شرف معي. لفين؟ على الكراكون. قال ابو جودة هذا اللي اسمه موريس كان جاي على الحاره لهون وبدا يتخانق معك. يا رب. اسمع لك رستو، وصل له لابو جودة على لساني، قل له انه ايامك قربت يا واطي. شو ايامك قربت يا واطي؟ روح الله معك. ايه بقول له ليش لا. السلام عليكم. وراك ماشي صغير ماشي. انت سمعت معتز عم يقول عني ابو جودة ايامه قربه؟ ايه سيدي انا سمعته. امشي معي. لوين سيدي؟ طول بالك سيدي. شو نسيت انه في زلمه مقتول بالحاره والناس فاير دمها؟ ايه انت ما شفتوش معتز شلون كان عم يحكي سيدي؟ يعني نستنى؟ سيدي انا برايي خلي الزلمه يندفن اول شيء والناس يبرد دمها، بعدين نحن بنروح نساوي تحقيق بالموضوع. سيدي العين حمراء علينا كثير كثير يا سيدي. العين حمراء علينا كثير سيدي. نحن بعدين ما حقنا بالموضوع، رحنا جبنا موريس وحطيناه بالسجن، ويمكن اهل الحاره اليوم بكره بعد بكره يهجموا علينا سيدي. لك شو عم تحكي انت؟ شو يهجموا علينا؟ شو نحن ذكان؟ نحن مخفر، نحن سلطه يا ابني. سيدي انا ما دخلني، انا سمعت اهل الحاره هيك كانوا عم يقتلوا مع بعضهم. قال هدول جماعه الكركون شو شاطرين على شرب شاي وارض كعك وعلى بلع مصاري. اسمع يا رستم الله يرضى عليك، بتشدد لي الحراسات حوالين المخفر وكل ربع ساعه بتعمل دوريه على العناصر، ما بدي تطير الطايره هو حوالين المخفر. حاضر سيدي. بلا وبس تهدى الاحوال بنروح بنحقق مكان الجريمه وبنعرف منين اجى كيف اجى. هيك ها سيدي، خليهم يشوفوا اهل الحاره انه نحن جماعه دين عم نشتغل. صرف يا رستم. احترامي سيدي. شو هالحارة الطبيعية؟ يخرب بيتهم، رح يجيبوا آخرتي. وينو موريس؟ ما بعرف يا ابي. ابوك كان هول وسأل عنه. ابو سأل عنه؟ ما بتعرف وينه؟ لك عم بسألك ما بتعرف وينه؟ وبعدين معك رجعت تضغط؟ وين كنت مبارين؟ بالبيت وين بدي كون؟ إذا ما عندي شغلة اشتغلها خليني روح لقيت رزقي معلم. لقيت رزقه اللي بيسمعك بيفكر الشغل عندك مقطع بعضه. ما طول عمرك عواطلي وقاعد بالسوق عم استنى حدا يعتل عليك.
شو عدا ما بدا صار عندك شغل وارزاق. مو هيك قصدي معلم، مو هيك. صراحة أنا عم مل، ومعتز وزعتر الله يرحمه. أنت شو عرفك إنه زعتر انقتل؟ سمعت وأنا جاي بالحارة، سمعت يعني. ايوه. ليش أنت لما بتجي على البايكي بتجي من طريق الحارة؟ لا لا، سمعت من برا لبرا يعني. وين كنت مباري بالليل؟ قلنا لك بالبيت معلم. مش كان الشغلة اللي ببالي طلعت مزبوطة؟ والله لخليك تندم على اليوم اللي ولدت فيه. شو اللي ببالك معلم؟ قلي. أتذكر. ايه، وانا شو اعمل هلا؟ لا تعمل شي لك هلال، كلمتين وربها طاهر. شغلك عندي خلاص. خلاص خلاص امرك. موريس ما فيني اخلي سبيله. ليش بقى ما فيك تخلي سبيله؟ شو عامل؟ شو ابو العز، انت حبيب وصاحبي ونور عيوني على راسي، بس هذا مو شغلك. مو شغلي؟ بسيطة لك ابو جودات، بسيطة مو شغلي. ابو جودات الله يرضى عليك، انت بتعرف حق المعرفة انه موريس ما دخل بقتل زعتر. زعتر الله يرحمه مات انغدر، بس موريس ما دخل، وانت بتعرف هذا الشيء. الا ايش كان بدك تتبلى؟ هذا بحث ثاني. ابو جودات ما راح ضيع وقت معك. بدك تعطيني موريس ولا لا؟ مش كان ما طالعته يعني؟ شو بدي اطلع معه؟ شو فينك تعمل؟ بنزل انا والحاخام نعوم لعند المندوب السامي، شو قلت؟ ولو يا حكيم موسى، الله يسامحك، ما بدك كل هالشي يا اخي، ما وصلت لهون، طول عمرنا بنحل مشاكلنا بين بعضنا. روح طالع موريس لكان. موريس ما له علاقة بشي. يلا ابو جودة يلا، يلا لفها بيناتنا الحكي يعني، بعدين انت لحقت بالموضوع ولا شفت شلون صارت الجريمة؟ خلصنا. لك يا ابو عصام، يا ابو عصام، انت سيدي عارفيني يا اخي. ما فيني لحتى تهدى النفوس شوي. انا ناطر النفوس لتهدى. بسيطه لك ابو جودت، بسيطه بسيطه. عزو قلت لك انت صاحبي ونور عيوني، بس ما دخلك بنو. يا اهل النور والعز والكرامه والطيبه والنفوس والشرف والشهامه، انسى الايام الصعبه وبالمحبه اللي بتشرحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين افراحنا.